السلام عليكم ورحمة الله إخوان، نحن مباشرة من مكان العمل وكاين بعض الأسئلة ديال بعض الإخوان غادي نجاوب عليهم، وحتى بعض شي وحدين اللي كيديروا فيها فاهمين بزاف حتى ما غادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو، وغادي نعود ندير إن شاء الله فيديو في الأسبوع نعود نجاوب عليه، نجاوب على بعض التعليقات المهمة اللي كاين الناس اللي كيسولوا على شي حاجة، شي مشكلة، شي حاجة عندها علاقة بالزليج ولا موزيك. المهم هاد الفيديو كان غادي نسبق عمي زويزو هو الاول. عمي زويزو سير ابو قابل شكرك، رانا ما صالحش ليك انت دابا، غير جابت ليك هذيك خالتك داك التليفون من برا، جابتو من شي زباله، حيت انت ماشي راجل باش يكون عندك الفلوس وتمشي تاخذو جديد من البيترينا، هذيك ما فيكش هذيك الجرأه، حيت كتنعس حتى 11 وما كتنعس حتى 2. المهم الا كانت اختك هي اللي كتعطيك باش دير تبيئه وتجي دير لي انا نقوق، انا ما صالحش ليك. الا كنتي سارق الكود ديال الويفي ديال الجيران، الله يعفو عليك من السرقه. حنا كملنا دابا هاد عمو زويز وندخلوا للمهم. واحد السيد سولني على الجوانت لا موزيك كيتفرق على الجوان الاخر كيتفكوا، يعني كيكونوا في الاول مزيان، شوفوا يدير باقي في الكول راني خدام، كيكونوا الجوانات مزيين في البدايه ملي يلاه كدوزها موزيك كتحكو كلشي، كيكون هو هذاك ناضي، كيكونوا الجوانات مزيين الراس مع الراس. ولكن غادي نجيب لكم الصوره ديالو، ندوز من حدا واحد البلاصه فيها شي مغسول وغادي نصوره. المهم كيكون الجوانات مزيين كيضرب واحد عام والعامين، وخاصه السطوحه كيتفرق، كيبعد تقريبا سنتيم باش كيتفك على خوه من راس وراس. يعني شنو الحل؟ الحل اخويا ما عندك الا جوج الحوايج. هادشي كامل اللي غادي نقول لكم ماشي ديالي انا، ديال المعلمين المحترفين، سولتهم هما اللي عطوني هاد المعلومه، انا راني عم قدم باش نقول هاد عمي زويزو يدير فيها واعر، انا ما نصلحش ليك حيت انا راه ما عارف والو، باش نجيك من الاخر غا ما تعيي راسك مع هبيل بحالي، انا راه هبيل لا تفوتني عليك. الجوال ملي كيكون ملي كيتفرق على خوه عندك جوج حوايج، يا اما تقلب على شي سيليكون، ديك الكولا ديال السيليكون تكون زرقاء تجيب تشابه الجوان، ما نعرف واش كاينه ولا ما كاينهش، ما عرفتش. الا ما لقيتيهاش غادي تجيب السيليكون عادي وتزيد ليه لتان زرق باش يولي بحال الجوان، ودور السكوتش لهاديك الثقبه اللي محلوله، دور لها السكوتش تطبق غير الثقبه بحدها ديال اللي دار الجوان ديك الحفره، وخوي في هذاك السيليكون اللي بدلتي ليه اللون ولا زرق صافي، وخليته يكرم يكون مقاد، خليته يكرم وحيد ليه داك السكوتش صافي، ولا تخلط السيمه بيضاء ودير لها لاتان زرق وتعمر به ديك الثقبه راه غادي يبان بحال الجوان، ولكن احسن هو السيليكون. بالنسبه لهذا السؤال دوزناه، كاين سؤال ثاني، واحد الاخ قال لك واش ممكن نشرب جليج. خويا انا كنت خدام بالكولا بوحدها، الا كان الزليج احمر اللور ديالو وكيشرب الماء تخوي فيها شويه الماء، الا لقيتيها كتشرب الماء دوزو في الماء وحيدو، خليه ينشف ما تخدمش به ككميه. كان اخويا غادي تخدم غير بالسيمه، ديرو في البرميل وخليه يشرب مزيان، وطلعو من البرميل ووقفو خليه تتسكتر عاد خدم به، الله يسخر. هذا هو السؤال اللي اخوان ها الصور صورتهم من المغسول ديال الشارع، واخا هو كيبان هاد المغسول مزرف. المهم ها المشكله ديال الجوان اللي كتشوفها، شفتها هي هاديك، انا نرجعها عاوتاني المهم شتيه هذاك الجوان. دابا خصك تخوي فيه يا اما كما الاخوه كيف قلت لكم الاخوان في البدايه ديال الفيديو، يا اما دير ليه السيليكون التانتيه ولا دير ليه السيمه بيضاء التانتيه بالزرق، بحال السيليكون بحال لا التانت، ولا لقيتي السيليكون زرق احسن كاع.